أسس التعامل والأخلاق للقرن الحادي والعشرين لجون بينز. الترجمة لأحمد رمو. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. مقدمة. لماذا يجب أن يكون المرء صالحا؟ وما معنى ذلك؟ وماذا يكسب المرء من كونه صالحا؟ هل الصالحون أفضل من الفاسدين؟ وهل يكون المرء أسعد حالا إذا كان صالحا؟ إذا التزم القارئ بالمعايير الأخلاقية المقترحة في هذا الكتاب، فإنني أستطيع أن أضمن له ليس فقط مزيدا من السعادة، بل أيضا نجاحا حقيقيا في حياته. وأتحدث هنا عن نوع من النجاح يتجاوز إلى حد بعيد التوقعات الشائعة عند الناس. أعني أن الانتصار المهم فعلا هو أن ينسجم أحدنا مع الأهداف التي خلق من أجلها، أن ينتصر في مسيرة الارتقاء التي تشمل أيضا نجاحه في تصريف شؤونه اليومية. لا يمكن للمرء أن يتخيل أن تكون الأخلاقية وسيلة فعالة لتحقيق النجاح في الحياة، ولكنها كذلك، لأن المرء الذي يتصرف وفقا لدستور أخلاقي رفيع يتوصل إلى الانسجام مع الطبيعة. ونحن في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ العالمي نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التوصل إلى إجماع، إجماع لم يسبق له أن تحقق من قبل. ويمكن التوصل إلى اتفاق كهذا فقط من خلال وجود معايير أخلاقية تتبع من نموذج للخير الأسمى، جلي بذاته ولا يمكن إنكاره، فضيلة حقيقية أكثر منها خيرا ظاهريا فقط، خيرا يستفيد منه الناس بالتساوي في كل حال وزمان ومكان، ويمكن ممارسته كل يوم من قبل كل واحد، خيرا واضحا جدا إلى درجة فيها يهتم كل فرد بتبنيه بعمق. والمكافأة الكبرى، أي مصدر السعادة الحقيقية، تتكشف للإنسان فقط عندما يطبق قواعد مناسبة، وعن طريق تحقيقه نتائج إيجابية يصبح قادرا على تكوين الحافز الضروري لتبني هذه المعايير عموما. وهذه المعايير السلوكية لم يبتكرها أحد، ولكنها منقوشة في ذاكرة الطبيعة، ويصل إليها المرء عندما يكون على درجة عالية من الوعي. إن نموذج الأخلاقي الذي أقترحه هو تصوير دقيق للقيم المتسامية التي هي لبنات بناء الكون، أي الأشكال النموذجية الأصلية للطبيعة التي تشكل أساس إدامة الحياة. ومن الضروري أن يكيف المرء نفسه داخليا مع هذه القيم لكي يخبر الحياة على نحو مختلف، بطريقة مثمرة وحافلة وجميلة وسعيدة إلى أبعد حد. وأظن أن معظم المشكلات السلوكية عند الناس تنشأ من النزاعات العقلية الخاطئة والقاصرة إزاء طبيعة الخير المناقضة لطبيعة الشر، وأبعد من الإيمان البسيط أو الفائدة أو الراحة الشخصية. أتطلع في هذا الكتاب إلى العمل بطريقة تقنية لتعريف الطيبة والخبث، وما معنى أن يكون أحدهم حليفا لأي منهما. وبما أنني ولدت وأنا أتمتع بهذه الملكة الحدسية التي عبرت عن نفسها منذ بداياتي، لذلك لم أشعر بالحاجة إلى استخلاص هذه المعرفة من الكتب، وقد أرشدني هذا الحدس منذ طفولتي إلى محاولة إثبات حكمة الطبيعة في مدرسة الحياة.
إن تعاريفي هي صور الطبيعة، أوصاف فوتوغرافية للشكل الذي فيه تترابط بعض القوى الحياتية غير المعروفة مع الإنسان والأشكال الأخرى الحياتية بما يؤثر في أقدارها. وتصور عملية التغذية الراجعة هذه أنظمة واضحة المعالم وجدت قبل ظهور الكائنات الإنسانية على الكوكب بزمن طويل، وليس هناك من وسيلة أخرى أكثر نجاحاً من الالتزام بهذه المبادئ التي هي واقعياً سبيل السماء والأرض. لا يمتلك الإنسان أخلاقية ثابتة، وتخضع معاييره للسلوك إلى حد نموذجي للمصالح والعواطف والرغبات الأنانية، وظهوره الآني بمظهر الطيب، وهو في بحثه عن السعادة والخير يخلط بين الظاهري والحقيقي، وكثيرا ما يتحول كل شيء إلى رذيلة وفساد. فلا التعاليم الدينية ولا المبادئ الأخلاقية يمكن أن تمنع هذه التبدلات، لأن الأفراد لا يتمتعون بمعرفة الخير الحقيقي في الحياة، ولا يعرفون الجائز شرعا عند مقارنته بما هو موضع شك. فالفرد يخضع في حياته لعدد غير محدود من حالات الصراع الأخلاقي، حالات لا يدرك فيها تماما القرار الذي يتخذه، لأنه لا يعرف بدقة السبيل الصحيح. ويشيع اللبس حول هذه المسألة، فقد أصبح الناس لا يميزون بين سبل الخير وسبل الشر، وهكذا تختفي الحدود الأخلاقية وتغيم قواعد السلوك وتطغى عليها النزوات ويسهل التلاعب بها. أرمي في هذا الكتاب إلى المساعدة على تبديد التحامل والجهل اللذين يحبطان بهذا الموضوع، وتعريف القارئ بالأخلاقية الحقيقية بما يتجاوز النصائح والتفسيرات الشخصية، وتزويده بدليل شخصي إلى سبيل الفضيلة العليا. ولكنني أتوقع من المنافقين أن يهاجموا هذا الكتاب، والتعريف المعجمي للنفاق هو تظاهر المرء بسجايا ومشاعر تناقض تلك التي يشعر بها أو يخبرها فعلا. والمنافقون هم أولئك الذين يميلون من حيث المبدأ والجوهر إلى المخاتلة والخداع، فهم أناس غير مخلصين يحاولون الظهور بمظهر كاذب لإخفاء عيوبهم وعواطفهم وأغراضهم الباطنية. إنهم أشخاص يعرضون أنفسهم كمثال للاستقامة والمصداقية، ولكنهم يخفون شخصيات هي في الواقع زائفة وغير أهل للثقة، وهم أنفسهم من يبالغون في التمثيل عندما يواجهون أحيانا حقيقة واضحة، ليس لأنهم مذنبون أو متأثرون، بل لكي يخفوا إثمهم أو حالتهم الحقيقية. لماذا يتظاهرون بالفضيلة والإخلاص؟ يحتاج الفرد إلى أن يشعر بأنه مقدر ومحترم ومقبول ومحبوب من قبل الآخرين، ويظن ويشعر بأن الآخرين سيقبلونه فقط إذا بدا صالحا، ويعتقد أنه لن يكون مقبولا أو محترما إذا أظهر مواطن ضعفه، ويتعامل مع نفسه على هذا الأساس، فهو نفسه غير قادر على تقبل مواطن ضعفه. والأهم من ذلك هو أن حاجة الفرد إلى الشعور بأنه محترم ومقبول ترتبط بحاجته إلى التأكد من أنه فرد، وتستحوذ الفردية على شخص ما على نحو مرضي فقط إذا قام أحدهم بتعزيزها عنده، لأن ذلك الشخص غير قادر على أن يكون فردا مستقلا ويختبر نفسه كفرد. فعالمه الداخلي ليس على درجة كافية من الاستقرار والقوة والاستقلال بحيث تجعله يشعر بالطمأنينة التي تعتمد على عواطفه وقدراته الخاصة، فيستعيد هذا الشخص في عالمه الراشد ذكريات طفولته حول مشاعر الضعف والعجز، حيث كان الآخرون أبواه لا يقبلون مواطن ضعفه، عندما كان يشعر بخوف شديد من أن أبويه إذا كفا عن حبه فإنه سوف يموت، لأن الطفل في هذه السنوات الأولى من الحياة يعتمد بصورة تامة وفعالة على رعاته من الكبار. يتكون هذا النموذج في الإطار الاجتماعي
ويمكن تقييمه بالطريقة التي يتم فيها تقييم الشخصيات الحكومية البارزة. فلكي تحظى هذه الشخصيات بالاحترام، يتظاهر أصحابها بالطيبة على سبيل المراءة، وهم عاجزون لوحدهم عن فهم معنى القيمة الذاتية لكي يثبتوا أنهم من ذوي الشأن، فهم موجودون نفسيا فقط من خلال الآخرين، ويحدث هذا مع الجميع إنما بدرجات متفاوتة. من المؤسف أن يكون مجتمعنا مبتلا بالنفاق والتعالي، وهذان النموذجان مغروسان عميقا في عقول أبناء شعبنا، مما يمنعهم من تقبل الحقائق الواضحة حتى وإن اصطدمت بتنكر اجتماعي كبير. فالنفاق هو أصل كافة الأهواء التي تحجب إدراك أي حكمة غير تقليدية، ويتيح للناس الأخلاقيين أن يظهروا بمظهر المتطهرين، ولمن لا يذكرون الله أبدا بطريقة صادقة أن يظهروا بمظهر المتدينين، ولمن لا يتحلون باللباقة أن يحطوا من قدر من يعرفونهم على حقيقتهم، ولغير الأخلاقيين أن يلتزموا بسلوك تقي وخيري صالح، وللمهملين من ذوي الرواتب أن يحتفظوا بخداعهم فيما يتعلق بالمؤسسات، وللمرضى جنسيا أن يتنكروا بقناع الطهارة والعفة. فإذا أدركنا الأخلاقية الأصيلة، فإننا سوف نتغلب على عيوبنا ونقائصنا بدلا من أن نبدد طاقاتنا في سبيل إخفائها وتعزيزها وحمايتها، وبالتالي نتعلم معنى قيمة الذات. فالاقتناع العقلي بطريقة التصرف السليم تساعدنا على التخلص من خشية ألا نكون محبوبين أو مقبولين من قبل الآخرين، لأننا نكون قد حققنا نمونا بما يتفق مع المعايير الأخلاقية السامية. وعلي أن أنصح القارئ بأن هذا الكتاب لا يشكل وصفة أخلاقية أو مجموعة من المفاهيم المهضومة مسبقا بالشكل الذي لا يتطلب جهدا في التفكير بها لقبولها. فليس هنالك ما هو أسوأ من الفضيلة الملبسة بالسكر أو الأخلاقية التي تلبس لبوس المصلحة وتنظر لحالات مثالية لا ترتبط بواقع الحياة. يلتزم هذا الكتاب بنماذج مختلفة، إنه يمضي إلى أبعد من المستوى المعلوماتي الصرف، وبالتالي يسمح للمرء أن يمارس أو يستعيد الفن الرائع لعمق التفكير لكي يصل إلى المستوى الحقيقي للمغزى، وهي مهارة في طريقها إلى الفناء على الأرجح. وأخيرا، لا بد لي من الإشارة إلى أنني لا أتحمل مسؤولية التعابير التي تجتزأ من نص هذا الكتاب، لأن مسؤوليتها تقع فقط على عاتق من يرغبون في أن ينسبوا إلي معنى محرفا أو نزويا لا ينسجم مع قصدي، ولا مع ما أردت شرحه فعلا في كامل هذا الكتاب، والذي أطلقت عليه تسمية فيزياء الأخلاق. العقائد الأساسية لفيزياء الأخلاق. العلم الذي يساعد المرء ضمن نطاق الكون على التفاعل الطوعي والواعي مع الطبيعة بهدف الحصول على مكافأة متسامية هو ما أدعوه فيزياء الأخلاق، التي يجب أن تتضمن أيضاً التفوق الأخلاقي والإنساني، وهي على خلاف الأخلاقية التقليدية لا تعتمد على الإيمان، وهذه عقبة كبيرة في سبيل غير المؤمنين، وعلى الأصح إنها تعتمد على إدراك الإنسان والمعالجة الإرادية لمستوى وضعه العقلي ضمن نطاق الكون ككل، ويصل إلى هذه الحالة عن طريق إظهار ومعالجة الحالات الرفيعة وغير المألوفة للوعي، إضافة إلى تبني قيم وانضباط داخلي أكثر سمواً، حيث يؤدي كل منها إلى أعلى درجات النجاح والسعادة. والمقاربة التي تعتمدها فيزياء الأخلاق تقنية بالضرورة، وتتركز في الواقع على الفهم والاختبار الشخصيين لميكانيكا العمليات المتعلقة بالطاقة التي تميز العلاقة بين الطبيعة والكائن الإنساني. أما الأخلاقية التقليدية فتعتمد على أسس دينية أو أيديولوجية
وتغرس بطريقة آلية وسلبية، وهذا يؤدي حتما إلى كبت الدوافع، مما يؤدي أيضا إلى عواطف هدامة كالشعور بالذنب في الحالات التي فيها تكون التصرفات مضادة للمعايير الأخلاقية. والكبت ليس عملية صحية تستأهل النصح، وبمرور الزمن تشكل حتما نوعا من مرجل شيطاني في العقل اللاواعي. ولهذا السبب يبدو أن تصعيد الغرائز هو الخيار الأفضل. وبما أن الأخلاقية التقليدية قمعية بشكل واضح ومتأصلة، لذلك يمكن اعتبارها آلية يحاول بواسطتها الفرد أن يتخلص من الأفكار أو الصور أو الذكريات أو يحتفظ بها في لاوعيه، وكلها ترتبط بدوافعه الغريزية التي تنشأ من الهوى. تستخدم عبارة الهوى أو الهي أو الهذا في علم النفس والتحليل النفسي لذلك الجانب من الشخصية الذي يقع خارج الأنا، وهو الجزء اللاواعي والأكثر عمقا في النفس، أي عالم الغرائز، على عكس الجزء الواعي منها الذي يدعى الأنا. ولكن هذا الكبت لا يدرك، لأن هذه الدوافع تقع خارج نطاق السيطرة الواعية للفرد، مع أنها تكمن في داخله. وعلى الرغم من أن العقل الواعي لا يعرف الدوافع المكبوتة، فإن هذا لا يعني أنها غير موجودة، ولهذا فهي تترسخ وتتراكم تدريجيا في العقل الواعي إلى أن تصبح وظيفية، ويترافق هذا بحدوث سلسلة من النتائج غير المرغوبة. أولا، إذا كان الكبت غير ناجح فإن الفرد سيستسلم لدوافعه، وسوف يسبب هذا لوم الذات ومعاقبتها والاستخفاف بها، وأخيرا يحدث الانتحار بصورة حتمية. ثانيا، وإذا نجحت آلية الكبت فإنها سوف تعمل فقط على إذكاء النار تحت مرجل الغليان العاطفي للعقل اللاواعي، مما يؤدي إلى الإفراط في تغذية الدوافع المكبوتة، وهذا بدوره يؤدي إلى تدهور السلوك الواعي للفرد. وينبغي أن أشير هنا إلى أن نجاح الكبت يكون مؤقتا عادة، لأن قوى الدفع تزداد بسبب تقييدها بالذات، وهذا يسبب في مرحلة ما عنفا وانفجارا غريزيا، وبالتالي شعورا بالذنب. إن معظم الاضطرابات العقلية والعاطفية كما يقول بعض المحللين النفسيين يسببها الكبت، ومن المعقول تماما أن يكون ذلك صحيحا، لأن هذه الآلية تستتبع عادة نوعا من الفساد الأخلاقي الذي يكبت. فعلى سبيل المثال، تشيع حالات الناس الورعين الذين بسبب رغبتهم في أن يحافظوا على دستور أخلاقي سام ينذرون أنفسهم للعفة، مع أنهم لا يستطيعون أن يحولوا دون وصول مضمون القدرة الجنسية إلى خيالهم. وعندما يستسلمون لسلطانها الذي لا يمكن كبحه، فإنهم يطلقون العنان لكافة ضروب الصور الشبقة التي تسبب المرض والانحراف الجنسي، وأخيراً الاتصال غير الشرعي حتما، وفي الوقت نفسه تسبب شعورا بالذنب لا يقل تأثيرا عن تأثير الخطيئة المرتكبة. وفيزياء الأخلاق على عكس الأخلاقية التقليدية تتطلب تدربا تقنيا وواعيا وتأمليا لكي يصبح الفرد واعيا لدوافعه بدلا من كبتها، ويحتفظ بها في أناهي الواعية، أي يواجهها ويتولى أمر العناية التامة بها ويتقبلها على اعتبارها خاصة به، مع أنها غير ملائمة للسلوك الأخلاقي الأسمى. وينبغي أن يعمل في الوقت نفسه للتخلص من هذه الدوافع عن طريق التأمل الداخلي، لأنه كلما أخرجها إلى دائرة الضوء كان سلطانها عليه أضعف، وعلى العكس تمارس هذه الدوافع تأثيرا غير متناسب على سلوكه إذا كبتت في عقله اللاواعي. فعلى سبيل المثال لنفترض أنه نجح في مواجهة رغبة يحملها لناحية سفاح القربة، وبنجاحه أدرك أن سلوكه السابق كان يسيطر عليه عن طريق دافع لا شعوري لامتلاك أمه جنسيا، وهو عامل دافع
يولده الجانب الأكثر بدائية وبهيمية عنده، وعن طريق إدراكه بأن هذه الرغبة ترتبط بهويته الحيوانية، فإن اهتمامه بها لن يستمر كما كان سابقا، عن طريق تسليمه بأنه لم يعد بحاجة لإشباع دوافعه الدنيئة التي هي مجرد إلحافات بدائية تنتظر تصعيدا لاحقا من الجانب الأسمى لديه. وسوف يدرك أيضا أنه على الرغم من احتفاظه بجزء حيواني، فإنه يمتلك أيضا دماغا متطورا، ويشك بالحقيقة المتسامية حول أنه حامل الشرارة المقدسة. ولذلك يختلف إلى حد مثير عن البهائم، مهما كان ميله إلى تجاهل هذا بين حين وآخر عندما يتصرف على نحو سيء. فمن ناحية يعمل إنكار الدوافع اللاواعية وكبتها على تشويش عقل الكائن الإنساني وعواطفه، ومن ناحية أخرى تعمل العاطفة غير المكبوحة على إفسادهما وانحطاطهما. والحل الوحيد لهذا المأزق هو فيزياء الأخلاق، إنها سبيل التدريب النفسي الذي يرشد المرأة إلى مواجهة طبيعته الدنيئة، فهو ملزم بتطهيرها وتهذيبها والتسامي بها من الموضع النير لأناه، وعليه أن يتحول إلى كائن إنساني طاهر وشفاف فعلا دون شعور بالذنب أو الخطيئة، ويستجيب دون قصر لتصميم الخالق له لكي يصبح مهندس مصيره الخاص متحررا من خشية العقاب الإلهي. هذا العمل الكبير هو الواجب الأكثر روعة وجمالا الذي يمكن للفرد أن يباشره، لأن هدفه ليس فقط الارتقاء الفردي الخاص، بل أيضا تقديم نفسه كإسهام للمجتمع، كمثال لقيمة روحية تستحق التقليد. فإذا وصل المرء الهروب من عيوبه الخاصة عن طريق الإنكار الآلي لدوافعه الحيوانية وكبتها، فإن اعتلاله الروحي سيتفاقم بمرض عضال لا يعرف العلم دواء له. ويختلف تطبيق فيزياء الأخلاق إلى حد كبير عما يعرف عادة بالتدريب، سواء كان عقليا أو نفسيا، والذي يتكون عادة من طرق تكرارية آلية. ويتكون العمل التمهيدي بفيزياء الأخلاق من فهم المرء لنفسه بصورة عملية ولنمط علاقته مع الطبيعة. ولتحقيق ذلك يجب عليه أن يضع سلسلة من المقدمات المعرفية يعتمد بعضها على فيزياء الكم، وعليه أيضا أن يضع اقتراحات لإجراءات يمكن إثباتها وتنسجم مع الصدى الشامل لتصرفاته وفقا لملكته الأخلاقية. يمكن لكل مهتم بصدق أن يتحقق مما أقوله من خلال ملاحظة ذاته بوسيلة بسيطة على مدى سنة، لتعيين علاقة العلة والمعلول بين أخلاقية تصرفاته الخاصة والحوادث اليومية، وبالتالي سيكتشف في حينه أن ما يحصده يتطابق دائما في نوعيته الأخلاقية مع ما كان زرعه، مع أنه قد يبدو على خلاف ذلك في المدى المتوسط. فما العقائد التي أشير إليها؟ 1. نعيش في عالم ذكي واع مجسم التركيب، يقتصر فقط على نمط واحد للطاقة الأساسية التي تدخل مع الكون عن طريق التداخل المتعدد الأبعاد في وحدة مطلقة في المستوى الأكثر عمقا للحياة، ومهما يحدث لأصغر الجسيمات فإنه يؤثر في الوقت نفسه على كامل التركيب، لأن هناك علاقة لا تنفصم بين كافة أجزاء العالم. 2. يمكن إثبات مبدأ التصوير التجسيمي Holographic Principle، كل جزء يحتوي الكل عن طريق مكتشفات البيولوجيا الخلوية، باعتبار أن كل خلية تحتوي على نسخة مطابقة للـ DNA الأصلي، تكفي لتكوين نسيلة كلون وإعادة بناء كامل البدن. 3. وبناء على ذلك فإن الكل هو الخالق، أي الطاقة الأولية الكلية القدرة والعالمة بكل شيء التي منها تفيض كافة أشكال الطاقة والمادة. 4.
الطبيعة حساسة تماما للأفعال والطاقات الحيوية التي تنبع من الكائن الإنساني والتي تحملها بشكل حتمي في رحمها. 5. نحن كائنات هجينة تطورت من حيوانات، ولكننا أحرزنا بعض الصفات التي تميزنا عنها، صفات نسميها قدرات إنسانية. يجب أن نعمل على تطويرها بواسطة أمر أخلاقي إلى أقصى تعبير لها. 6. كل شخص مقدس أساساً لأنه يحمل في داخله الشرارة المقدسة، أي فيض الخالق. 7. خلقنا غير كاملين، وهكذا يجب على كل واحد أن ينجز مهمته ويقوم بإكمال نفسه من خلال تجسد مادته، وعلى كل منا أن يفك شفرة ظروفه الحياتية الخاصة لإحراز الحكمة والقيم المرافقة لها. 8. الهدف من حياتنا هو الارتقاء بالوعي الفردي الذي يتكون في الواقع من خلال تطوير وتوسيع الصفات الإنسانية التي تتعارض مع الصفات الحيوانية، مع أن هذا الهدف قد أغفل تحت تأثير المطاردة غير المقيدة للحصول على المتعة الحسية كهدف رئيسي. 9. نحن كائنات مبدعة لأن الطاقة الفيزيائية التي تتولد في أفكارنا ومشاعرنا وأفعالنا هي نبضات فوتونية حيوية biophotonic pulses تقذف إلى الفضاء لكي تتفاعل مع قوى الطبيعة الكونية بقدر ما تؤثر وتتأثر بها. 10. كل جسم إنساني يعدل الطبيعة بقذف فوتوناته الحيوية في حين تقوم الطبيعة في الوقت نفسه باستقبال الطاقة التي تحتاجها لتجديد التوازن الكوني من خلال تصرفنا. 11. النظير يجذب النظير حالما يتم الحمل به في رحم الطبيعة، حتى إذا كانت إصدارات الفرد بناءة وإيجابية ومنسجمة فإنه سوف يجازى بتدبير مكافئ. 12. يعود التوازن الطبيعي على الجانب تفاعل سلبي مكافئ إذا كان قذفه للطاقة هداماً أو قدراً أو إجرامياً، ويزداد هذا التفاعل قوة بدرجة مهمة، ويمكن تفسيره على أنه عقاب عادل جزاء الانتهاك الأخلاقي. 13. الحيز الكوني مترابط من الناحية التجسيمية، والفرد يتفاعل مع الطبيعة بصورة مستمرة وغير مقصودة، وبهذا يحافظ على استمرار التغذية الراجعة بالطاقة مع النتائج المذكورة آنفا. 14. تحمل البيضة الكونية على نحو لا عكوس مقذوفاتنا الفوتونية التي ترتحل في الكون بسرعة التفكير الإنساني كما تفعل النطفة النشيطة. سوف ندفع حتما ثمن خطايانا ونكافأ على فضائلنا بغض النظر عن رأينا حول المسألة، ولا يفترض بأحدهم أن يصدق هذا لكي يحصل على الثواب أو العقاب الذي يناسب نوعية إصداراته الشخصية. 16. من يخطئ يدفع بغض النظر عن نواياه سواء كانت حسنة أو سيئة. مفهوم وحدة الكون ليس جديدا، لأن العالم كما يقول أرسطو منظم بطريقة فيها تتفاعل كافة أجزائه وكأنها كائن حي. وقد أثبت هذا مؤخرا عالم الفيزياء الشهير ديفيد بوم في مؤلفاته حول الوحدة الكلية التركيبية للكون. وبطريقة مماثلة يمكن اختبار المقدمات المنطقية التي وردت أعلاه بصورة عملية في معركة الوجود اليومي، وذلك عن طريق معاينة قانون العلة والمعلول وكيف يحدد بعناد أقدار الناس. يكمن جزء كبير من تطبيق هذه المعرفة في تحكم المرء باهتزازات طاقاته الخاصة، وهو تحكم لا علاقة له بالكبت بل بتصعيد الليبيدو ورفع مستوى وعي الفرد. ومن الواضح أنه عندما يدرك شخص ما من تجربته الحياتية الخاصة أن الفضيلة مربحة وأن الإساءة الخلقية غير مريحة، فإنه سيتعلم حب السلوك الفاضل
لمجرد حقيقة أنه مفيد له ولبقية العالم. وعندما يدرك أن النجاح والسعادة يعتمدان إلى حد كبير على السلوك الأخلاقي الذي لا تشوبه شائبة، فإن هذا سوف يدفعه إلى الاستجابة إلى دستور أخلاقي أسمى. إن كل رجل أو امرأة تتصرف وفقا لمعايير فيزياء الأخلاق سوف تخبر فوائد الانسجام الداخلي الذي يسببه ميل دون غضب أو حسد أو امتعاض، وتجدد بهجة الحياة بانسجام تام مع الطبيعة. إن النموذج لما يعتبر نجاحا لم يعد يمثله حصرا التأثير الاقتصادي فحسب، بل أيضا الوصول إلى بعد متسام من خلال تحقيق الهدف الحقيقي لحياتنا، أي ارتقاء الوعي الفردي. ما من شيء في الحياة أكثر فائدة من الفضيلة الواعية التي نقترحها هنا، لأن الحيز الداخلي لدى الفرد هو الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يتحكم فيه باستمرار. والدليل على أهميته الحاسمة هو أنه موجود في العالم الباطني إلى الحد الذي يمكن فيه أن نقوم في النهاية بتفسير ودراسة أي نمط نخبره من المادة. فالشخص غير المتدرب يعيش حياة لا واعية وخرقاء وغير منضبطة، ويكون أكثر ميولا إلى المعاناة من الألم والفشل والسقام. أما من يمارس فيزياء الأخلاق فيمكنه أن يعيش تجربته اليومية بوعي وفعالية، يبني على هذا الأساس أسلوبا حياتيا قوامه دوام الوفرة والسعادة، خاليا من الشعور بالذنب والامتعاض. فكل واحد منا يحصد ما يزرع، والطبيعة تغل له ضعف ما يزرعه فيها ألف مرة، ولكن من يزرع الريح يحصد العاصفة. فلنزرع القمح لكي نحصل على الغذاء. يبقى الشخص الذي لا يتحكم بطاقته الجنسية أسيرا لرغباته، تلك الدوافع البهيمية المنحطة والساحقة التي تستعبد الأنا إلى مثيرات زائفة كالغيرة والحسد والامتعاض وغيرها. إنها رغبات تسمم الدم وتثقل الفؤاد وتسبب سقام الجسم والروح. إن مشاعر الإحساس بالذنب عند الفرد تسببها الحاجة الواعية إلى العقوبة، التي كثيرا ما تعبر عن نفسها على شكل فشل يواجهه في مهنته أو في حبه. ولهذا إذا تمكن من تفادي هذا العبء فإنه يمكن أن يخبر السعادة التي لا تعرفها إلا قلة من الناس. فالإحساس بالذنب يجعلنا ضحايا سهلة لمن يبحثون عن ذبحنا من خلال هذا الشعور، بينما لو كنا على قناعة بأننا نتصرف على نحو سليم وأخلاقي وغير معيب لأصبحنا أكثر ثباتا وقوة. عندما يقترف أحدهم عملا مخزيا فإنه يولد نبضة فوتونية تدميرية تشوش تناغم الكون وتوازنه، وبذلك يعرض نفسه إلى رد فعل دفاعي من قبل الطبيعة التي تلد ذرية من الطاقة. وهذه الذرية هي نواة مغناطيسية فاسدة سترافقه بقية حياته، فتتغذى من طاقاته وتفسد صحته. إنه وجود سلبي، ذلك الذي يمكن أن ندركه عن طريق الحدس عند الناس من ذوي السلوك السيء. إن أي تصرف أو شعور أو تفكير أو دافع بناء أو هدام يحدث في المستوى الغريزي سوف يتجسد إلى الحد الذي معه نتلقى بشكل حتمي ارتداد اللهيب الطبيعي لتأثيره، سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا حسب طبيعة البذرة التي بذرناها. وهكذا فإن الإنسان هو وليد أعماله بالمعنى الأوسع للكلمة، فذاك الذي يمكن أن يفهم ويؤيد ما يفهمه لنفسه ويتقبل هذا فإنه لن يحتاج إلى محظورات أخلاقية إلزامية، لأنه سيتصرف دائما بقناعة أنه لكي يتلقى ما هو أفضل عليه أولا أن يقدم ما هو أمثل.
الانحراف عن التوجه الأخلاقي السوي يحمل كثيرا من الناس على تبني مواقف لا أخلاقية أيا كانت منزلتهم الثقافية أو الاجتماعية، ويحدث هذا على الأغلب بسبب ضعف مبادئهم أو بسبب جهلهم فقط، وأحيانا بسبب حقيقة أنهم ينزلقون إلى سلوك خاطئ يسلمون في النهاية بحكم العادة على أنه سلوك طبيعي. فعلى سبيل المثال، هناك عادات جنسية كانوا يصنفونها في الماضي باعتبارها انحرافات، ولكنهم راحوا يسمونها في هذه الأيام تغيير في السلوك الجنسي، وذلك على سبيل التلطيف. ولكن هذه الأنماط السلوكية على الرغم مما يمكن أن يقولها البعض لا تعمل فقط على إفساد وانحطاط الصحة العقلية والجسدية، بل أيضا تقوضها وتخربها إلى حد خطير. وهكذا اخترنا بعض العيوب الأخلاقية التي تفضي إلى استخدام التجربة لكي نختبر تأثيراتها السلبية. وأشير هنا إلى الاستنماء والعلاقات الجنسية خلال فترة الحيض عند المرأة، والاتصال الجنسي عن طريق الشرج، والإشعاع التدميري الذي يكتسبه الناس تحت تأثير الغضب والكره. وتبين نتائج هذه التجارب بوضوح كيف يحدث هبوط مفاجئ في الطاقات الحيوية عند الفرد، كيف تبدو الأمواج الكهرطيسية المرئية شبيهة بتلك التي تنتج مواد سامة عند الكائن الإنساني الحي كالكلور مثلا. ويثبت هذه الصفة المعاكسة للطبيعة لهذه الممارسات التي تولد حالة عضوية هدامة عن طريق التضاد مع التناغم الكوني، إن الحسد والكره والغيرة والتشاؤم والامتعاض هي قوى هدامة تنتقل بالعدوى، وما أن تتمخض عن نتائجها حتى ترتد على من سببها وتمارس عليه تأثيرا سلبيا. يمكن أن ندرك كيف يؤثر السلوك الأخلاقي للفرد على كامل بيئته القريبة والبعيدة على حد سواء، فيعدل التوازن التصويري التجسيمي للكون. فنحن نعيش في بيئة كونية تحكمها علاقات متبادلة فيها تؤثر أفكارنا ومشاعرنا حتى على الزوايا الأبعد في الكون، ونحن من يرسل الطاقات الاهتزازية التي تضخم بيئتنا الطاقية. فإذا كنا متشائمين فإننا ننشر تشاؤما، وهذا بدوره يصدر اهتزازات تثير حساسيتنا لقوى أخرى من النمط نفسه. وإذا أصدرنا موجات من التشاؤم فإننا سنجتذب حوادث مشؤومة، ولكن إذا نشرنا سعادة وتفاؤلا فإننا نتعاطف مع اهتزازات مماثلة تؤثر على حياتنا عندما تصل إلينا، وعن طريق نشر الحب أو الانسجام أو التسامح فإننا سنجتذب اهتزازات من نمط مماثل. إذا لم نضع في اعتبارنا البند السابع من العقائد الرئيسية لفيزياء الأخلاق حول أننا كائنات خلاقة بالمعنى الكامل للعبارة، فإننا نسبب الفشل للكثيرين من الناس، لأن هؤلاء يشبهون الحجارة غير المصقولة ما داموا لم يروضوا طبيعتهم الحيوانية على ضبط النفس الضروري من أجل الإرسال الواعي لنبضات فوتونية أعلى، الإصدارات التي تكون القيم المتسامية لمعارضة تلك التي تكون نزوات عاطفية، وبالتالي فإنهم عادة يحصدون الكرب نتيجة للعدد الكبير من الظروف المؤلمة أو الهدامة. إن النجاح الفائق في الشخصية هو نجاح روحي أكثر منه اجتماعي، وهو الذي يمثل النجاح الفردي لكينونتنا على امتداد مسارها الارتقائي، الذي هو الفضيلة السامية التي يمكن أن يطمح إليها الكائن البشري. ولكن يجب أن لا نظن بأنه يمكن انتقاء هذا الاختيار بحرية، لأنه منذ اللحظة التي فيها نولد كائنات بشرية لا يكون لدينا بديل سوى واحد من أمرين، فإما أن نكرر السنة الدراسية إلى ما لا نهاية أو نرتقي روحيا، لأن هذا هو هدف مدرسة الحياة. والمشكلة هي أن الناس يفترضون أن هذه القاعة العظمى وجدت لمتعتهم دون أن يدركوا فعلا أنها الطريق إلى الكمال. وهناك أيضا من الناس ما يعتقدون خطأ عندما يسمعون شيئا حول هذا الموضوع أن النوع وليس الفرد هو الذي يجب أن يتطور،
وبالتالي فإنهم لا يباشرون مسؤولية شخصية فيما يتعلق بارتقائهم الخاص. والشيء المؤكد هو أن البطء الظاهر الذي فيه نمضي نحو الهرم والاقتراب من الموت يجعلنا راضين في خضم أحلامنا وخيالاتنا الخاصة، والأفراد الاستثنائيون فقط هم الذين يقررون تحقيق نجاحهم التطوري. في هذا الكون ذي العمليات المتداخلة إلى حد بعيد، يسبب نجاح فرد أو فشله أصداء كونية تؤثر في النهاية على كل شكل من أشكال الحياة، حتى تلك الموجودة على الكواكب الأخرى والكوكبات والمجرات وحتى على الخالق نفسه. ولكن المهم ليس مدى بعدنا عن طريق الكمال، بل المهم هو أن هذا البعد مع ذلك يعتمد على إرادتنا الخاصة وحريتنا في اختيار هذا الطريق، حتى على الرغم من أن طرق الله قد تبدو غامضة. فتضيع الأكثرية على جانب الطريق عندما يسلكون طرقا تبدو جذابة ولكنها لا تعمل إلا على تضليلهم، لأن طبيعتهم الخداعة أو الخيالية تقودهم عادة إلى ذاتانية نرجسية هي في حالة طلاق تام مع الطبيعة، بدلا من أن تقودهم إلى ارتقاء حقيقي. وما لم نجد الطريق الصحيح إلى الارتقاء فإننا سوف نبقى كالهائمين الضائعين في قفر الأوهام، يتملكنا إحساس بعدم الإشباع والفراغ الداخلي، وسنصاب بظمأ أبدي لا يمكن إرواؤه، لأن الربيع الذي ننشده في الخارج موجود في الواقع داخل أرواحنا. وتساعدنا فيزياء الأخلاق على اكتشاف المدخل الذي يؤدي إلى مصدر الحياة الأبدية التي تكمن في داخلنا. ولكن كما يحذر الكتاب المقدس، كثر هم المدعوون ولكن المختارين قلة، لأن هناك عددا لا يحصى من الأبواب الخادعة المصممة لتضليل الحاج بطريقة أو بأخرى. ومع ذلك من هو الذي يختار؟ إنه الفرد بالذات الذي يؤهل نفسه أو يجردها من الأهلية اعتمادا على وضوح وعيه، الذي هو نتاج ارتقائه السابق. وكلما كان راضيا داخليا أكثر كانت قدرته أكبر على تأمل الواقع بموضوعية. وما أدعوه الرضا الداخلي يقابل المجموع الزمني للحظات التبصر الصافية التي تسهم بشكل أساسي في كينونة الكائن، على خلاف التعلم الميكانيكي الذي يتم في حالة نعاس بين النوم واليقظة التي تؤدي فقط إلى تدريب عقلي. من المهم أن ندرك أن مفهوم الارتقاء الذي ألتزم به لا يمت بصلة إلى المفهوم الدارويني فيما يتصل بالنوع، وما أقصده هو الارتقاء الفردي الذي يمكن أن يحدث فقط في مستوى الكينونة لا في مستوى العواطف أو المعلومات الدماغية. وبالتالي يكون النشاط الطبيعي للكائن البشري مجرد نشاط قبل تطوري، لأن خبرته المعرفية المألوفة تفتقر إلى العمق اللازم للوصول إلى المستويات التي توجد فيها الكينونة. والشخص الذي يهيئ نفسه لذلك بجد هو الوحيد الذي يمكنه أن يخرج من تلك الحالة التي تشبه حالة اليرقة لتطوير وعي أعلى يساعده على توسيع كينونته التي هي ليست أقل من روحه أو شرارته المقدسة. ولذلك فإن التطور الحقيقي يمكن أن يحدث فقط في مستوى الكينونة، من حيث تفيض التأثيرات المفيدة إلى الجسد المادي، وفيزياء الأخلاق تقود إلى هذا النمط من النجاح. وكل من يحققه سوف يكتشف أن الإبحار هادئ في باقي الرحلة. لقد انحرف الجنس البشري عن مساره التطوري، ومن الملح جدا أن يعود إلى الطريق، وإلا سوف يضنيه مستنقع الإقفار الأخلاقي والعاطفي والمعرفي. مع ذلك ليس هناك ما هو أكثر تخويفا للساعي الذي تعود على التعامل مع الأوهام الخداعة من أن تواجهه فجأة فرصة عقلانية موثوقة يمكن إثباتها على المستوى الشخصي. فالآلية الشيطانية لخداع الذات يمكن أن تقوده بسهولة إلى التجرد مباشرة من الأهلية أو إلى تفادي المنظور المرعب.
لأنه ينذر بانتهاء مطاردته لأحلامه المتبخرة، ويتطلب منه التزاما جديدا بالواقع الحقيقي عن طريق تركيز تفكيره على العمل. إن الطبيعة النيرة للحقيقة يمكن أن تبهر بصر أولئك الذين أدمنوا خداع الذات أو الطوباويات الفارغة، وبذلك يحدثون عائقا عقليا وانفعاليا قد يؤدي هذا إلى رفض الفرصة العظيمة التي يمكن أن تتوفر لشخص في هذه الحياة، التوحد مع الخالق من خلال الانصهار بروحه الخاصة. والشرط التقني الضروري للارتقاء التطوري دون تكرار الجرعات الدوائية هو أن يضع المرء حدا لأوهامه الشخصية حول الصفات والقدرات الخيالية التي يظن أنه يتمتع بها، في حين يكون مفتقرا لها في الواقع، لأنه لا يمكن استخدام علاجات فعالة دون أن يدرك مدى حدوده الخاصة. في كل لحظة يكشف لنا الواقع الذي لا يمكن الإفلات منه أن القشرة السطحية للحضارة تميز الإنسان الذي نراه اليوم من الإنسان البدائي، فكثير جدا ما تنجرف هذه القشرة تحت تأثير العواطف التي تقود الناس إلى اقتراف أعمال تتناقض مع قيمهم الأخلاقية السامية، ويسود الاعتقاد اليوم بأن الإنسان يتمتع بحرية الإرادة، وهي طاقة في سبيل حرية الاختيار وحرية الضمير، ومهارة لإدراك الواقع كما هو فعلا، وقدرة على التصرف بطريقة متحضرة. ولكن حتى القراءة السريعة للصحف اليومية تميل إلى دحض هذه الافتراضات، لأنها تبرز بدلا من ذلك صورة حضارة بربرية أو بربرية متحضرة. إن خوف الفرد من معرفته لنفسه ومن تقبله لأخطائه وإخفاقاته يدفعه عادة إلى تكوين رأي منمذج حول نفسه، إضافة إلى المغالاة في تقييم قدراته. وبالمثل فإن الفرد يبرر المشكلات التي يواجهها عندما يعزوها إلى أسباب خارجة عن إرادته أو مستقلة عنها، ولكن لا يمكنه أن يصل إلى الامتياز الإنساني دون أن يجتاز محنة ويعترف بنفسه كما هو فعلا بكل عيوبه وإخفاقاته وشوائبه، مجردا من الصورة الزائفة التي كثيرا ما يستخدمها لخداع نفسه وإغراء زملائه. ووعي الفرد لمواطن ضعفه وحدوده بالمقارنة مع إمكاناته يجعله أكثر ميلا إلى إدراك الحاجة إلى العمل في سبيل التحقيق الذاتي للروح، لأن الروح لا تعترف بأي حد بين ما هو بشري وما هو إلهي، والإلهي هو الذي يمكنه أن يلغي مرة واحدة وإلى الأبد الامتيازات الاجتماعية، وبذلك يساوي بين كافة الناس بمعنى جوهر شرارتهم المقدسة. فإذا أراد أحدهم يتطور فإنه يجب أن يسلم أولا بضآلته الخاصة، وهي مأثرة بعيدة الاحتمال لأنه يتشبث بقناع الصورة. والشرط الأساسي بالنسبة لمن يريد أن يسلك سبيل الحكمة أن يكتشف أولا مدى جهله ونقصه. إنما يغفلون هذا الشرط غير مستعدين لمحاولة تطبيق مهمة إكمال العمل العظيم للخالق على أنفسهم، ولا بد أنهم راضون عن تكرار السنة الدراسية إلى ما لا نهاية، لأنهم لم يتعلموا دروس الحياة، بل احتفظوا بدلا من ذلك بالحالة اليرقية. يبالغ البشر في تقييم قدراتهم ظنا منهم بأن أحدهم لمجرد حقيقة كونه يمتلك دماغا بخصائصه المعروفة على النطاق الشعبي يمكنه أن يحصل على المعرفة والحكمة، ولكن هذا الموقف يتجاهل تماما حقيقة أن أكثر الملكات أهمية تلك التي يمكن للفرد أن يتمتع بها تبقى في حالة كمون بانتظار تطويرها لكي يمكنه أن يصبح إنسانا مثاليا وكاملا، عندما يتخلص من الآثار النفسية لإرثه الحيواني. وفيزياء الأخلاق تهدف إلى إعادة اكتشاف سبيل الارتقاء لكي يحرز الفرد الخير الأسمى والسعادة الدائمة في عالم هادئ ومسالم وموحد ومستقيم أخلاقيا ليس فيه أناس مهمشون أيا كانوا، وبذلك تعيد للإنسان شرفه وشهامته وكرامته
وأخلاقه السامية. الفصل الثاني: الصعوبات التي تواجه التصرفات الأخلاقية. ينتظر المجتمع من كل واحد ويطالبه بأن يلتزم على نحو كاف بالمعايير التي يعتبرها ملائمة، ولكن هذا الدستور الأخلاقي ينتهك في كل لحظة سواء بالارتكاب أو الإغفال. وعندما تقع هذه الأخطاء التي تتراوح من الجنح الصغيرة إلى الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون، فإنها تبرر بمختلف الذرائع. وكذلك عندما يقوم شخص من الطبقة الدنيا بارتكاب جريمة ما، فإنها تعلل عادة بوصفها نشأت من عدم توفر الفرصة. أما إذا كان الجاني من الطبقة العليا، فإن جريمته توصف نموذجياً بأنها فساد. قد يتساءل المرء عما يقود الناس إلى أنماط سلوكية لا أخلاقية أو فاجرة، ولا ريب في أن هذه الأنماط السلوكية تنشأ من خلال البحث عن السعادة والفشل في تحقيقها. فكما قال أرسطو: كل البشر يبحثون عن السعادة من خلال فعل الخير، ولكنهم لسوء الحظ يخلطون بين الخير الأسمى والفضيلة الظرفية والظاهرة، ويعرفون ذلك بوصفه متعة، مع أنهم يخصون الألم بنظرة سلبية. ومن هنا فإن الناس الذين يحملون نوايا طيبة ينتهون عادة إلى ارتكاب الخطأ، لأنهم يسمحون لأنفسهم بالاستسلام لإغراء ما يحقق اللذة. وكما نعرف فإن الأحاسيس تخضع بصورة طبيعية إلى اللذة، ويتطلب السلوك القويم أكثر من مجرد النوايا الطيبة. فقد يكون أحدهم طيب النية في طويته، ولكنه مع ذلك يقوم بأعمال لا أخلاقية، وبالمقابل لا يمكن لأحدهم أن يكون أخلاقيا إذا كان يحمل نوايا سيئة. لكي يكون الإنسان صالحا عند مستوى الرغبة فقط، فهو لا يحتاج إلى أن يشعر بالألم، لأن هذا يعتبر سلوكا تلقائيا عند معظم الناس. ولكنه يحتاج لكي يكون فاضلا إلى عمل مضن يتطلب جهدا متواصلا خلال فترة طويلة من الزمن. فتوقعات الفضيلة الواضحة والمباشرة تصعق عادة أحاسيس المرء وتشوش وجهة نظره، وبالتالي تقوده إلى سلوك بدائي حقا. صحيح أن معظم الناس يضمرون الخير كهدف نهائي لهم، مع ذلك فإن الرذيلة والفساد أكثر شيوعا مما يمكن أن نتوقع، لأن الإنسان في حالته الطبيعية ليس كائنا أخلاقيا، ويبحث عادة عن طريق أقل مقاومة. ومن سوء الحظ أن يستسهل الناس العاديون إغفال القاعدة الذهبية: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، في اندفاعهم وراء ربح سهل وفائدة مباشرة. وكثيرا ما يحل هذا محل الحذر والاستقامة، والمجتمع يدرك تماما هذه المعضلة، ولهذا يعاقب على السلوك اللا أخلاقي والمعادي للمجتمع بطرق عديدة. ففي الحالات الشديدة يمكن لعقوبات النفي أو السجن أن تردع الجنات، ولكن هذا لا يحدث في الممارسة الشائعة، لأن الناس غير أخلاقيين فقط بطبيعتهم، وبالتالي تصبح المعايير الأخلاقية مجرد غرسة اجتماعية لا صلة لها بأي شيء داخلي. وعلينا أن نستذكر أيضا أن قواعد السلوك هذه ليست أكثر من معايير يعتبرها مجتمع ما صحيحة، وأنها تختلف إلى حد كبير من مكان إلى آخر، وتتبدل باستمرار بمرور الزمن. ففي عهد محكمة التفتيش الإسبانية مثلا، كان من الطبيعي تماما أن يعذب المتهم بقسوة بموجب القانون. وفي وسط آخر وبصورة طبيعية جدا، أشار الأخلاقيون الإغريق في كتاباتهم إلى ضرورة عدم امتلاك عدد كبير جدا من العبيد،
ولكن دون إدانة الرق كممارسة شائعة. وفي الواقع إن الأخلاقية ليست قابلية وراثية ولا هي اكتساب فردي طوعي، ولكنها لسوء الحظ أصبحت قشرة خارجية تنتجها الحضارة بقوانينها التي تنسجم فقط مع الثقافة المعاصرة. فإذا اعتبر مجتمع ما أنه من المناسب إفناء الناس المسنين، فإن الجميع سيقومون بذلك دون تردد. وإذا اعتبرت ممارسات كالسرقة والجريمة والاحتيال والسلب في مكان آخر جديرة بالثناء، عندئذ يتوجب معاقبة الناس المستقيمين لكونهم مواطنين سيئين. في مثل هذه الحالة سوف نواجه تناقضا في رؤيتنا لرذيلة تحظى بالمثوبة وفضيلة تلقى العقوبة من قبل المجتمع ووكالته، وكل ذلك باسم الأخلاقية. ويصبح هذا شذوذا أخلاقيا، ولكنه في الحقيقة يزداد انتشارا يوما بعد يوم، وإياك بصورة غير مقصودة. ولذلك يجب على المرء أن يعتبر أن الأخلاقية الحقيقية لا تتطابق مع التكييف البيئي الميكانيكي، بل يجب أن تعتمد على التنمية الأخلاقية الفردية للطبيعة التأملية التي يقوم فيها الفرد عن طريق الاختيار الحر بتبني أكثر القيم الأخلاقية المتسامية رفعة. صحيح أن المجتمع يشن حملات أخلاقية متواصلة بوسائله المألوفة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يندر أن نجد فردا يمكن أن يتمثل هذه المفاهيم بشكل شامل دون ضغط أو إكراه خارجي. إن معظم الناس يجدون في الأخلاقية عبئا ثقيلا أو واجبا مزعجا، ونحن ملزمون بالتعايش معه، وهو لا يتطلب كبير اهتمام إذ لم يرتب علينا إفساد تسليتنا المفضلة. والشيء المؤكد هو أنه إضافة إلى ضغوط البيئة يمكن لكل شخص أن يختار بين أن يطلق العنان لعواطفه أو أن يعمل على تصعيدها، وهكذا يكون قد استسلم للرذيلة أو الفضيلة، وهذا اختيار طوعي. ولسوء الحظ أنه لا يوجد على المستوى الثقافي معرفة تعمل بحق على مساعدة الفرد على اتخاذ قرارات الضمير، لأن نهج مواجهة الواقع بموضوعية لم يكتشف، ولا يمكن للناس أن يميزوا بفضل تغذيتهم الراجعة من الطبيعة كيف يتأثر الفرد بأفعاله الصالحة أو الطالحة، ولا يمكن أيضا أن يميزوا دوافع محددة تدفعهم إلى التصرف باستقامة، وهم يضعون في اعتبارهم ما يتطلبه هذا التصرف من جهد متواصل. إنهم يغفلون الفوائد العملية الهائلة التي تنتج عن التزامهم بالفضيلة، وهكذا يستسلمون لخط المقاومة الأدنى. يتصل المفهوم الثقافي للأخلاقية فقط بما يعتبره مجتمع ما مناسبا في لحظة معلومة في تاريخه، ولكن هذا لا يعني أن لهذا الدستور أي أساس واقعي في الطبيعة. الأخلاقية الأصيلة وهي غير معروفة اليوم تقوم على أساس بنية الطبيعة، ويتألف دستورها من ملاحظة القوانين الكونية التي تسبق تاريخ الإنسان، والتي هي الآلية العليا التي تمد الخليقة بأسباب البقاء. وبسبب الصفة الثقافية والدينية للمفهوم الذي نحمله عادة حول الأخلاقية، يمكن أن نفهم تماما أن الإنسان لن يعير اهتماما لهذا المفهوم ويعتبره مزعجا أو مملا أو صارما أو استبداديا أو مجرد تعبير عن أفضلية شخصية. وأنا على ثقة من أنه لو استطاع الناس أن يفهموا مدى ما يكسبونه إذا تصرفوا دائما على نحو مستقيم ومثالي، فإننا لن نجد سوى قلة من الأشخاص اللا أخلاقيين، ولن نكون بحاجة إلى قضاء وشرطة إلا في حالات استثنائية.
والأخلاقية التي نعرفها فضفاضة ومجاملة لأنها تستبعد المعايير الأخلاقية للطبيعة الكونية، ولهذا فهي تفتقر لأي مغزى أعلى. وأهدف في هذا الكتاب إلى تقديم لمحات حول العدالة الطبيعية والسماوية والطريقة التي فيها يمكن للشخص أن يحقق هذا لنفسه في حياته اليومية. ولكن لكي يستطيع المرء أن يقدر قيمة النور، لابد له أولا من معرفة الظلمة وما تسببه من جهل وأذى. ولهذا سوف ندرس أولا الأسباب التي تقيد أو تعوق السلوك الأخلاقي الرفيع عند الكائن الإنساني. أولا، حقيقة أننا نعيش في عصر الحشود. أشار المفكر الإسباني خوزيه أورتيغا غاسيت إلى أن أهم حقيقة في عصره كانت ثورة الجماهير، وأصبحت هذه الحقيقة اليوم أكثر واقعية من أي وقت مضى. وقد لمح إلى ظاهرة الزيادة المفاجئة للتكتلات التي كتب عنها. نرى الحشد بحد ذاته تسيطر عليه الأمكنة والأدوات التي أوجدتها الحضارة. وأضاف إن الأفراد الذين يشكلون هذه الحشود كانوا موجودين من قبل، وإن لم يكن على شكل حشد، ومارسوا كما يبدو أسلوبا حياتيا مختلفا ومستقلا ومتباعدا من خلال انتشارهم عبر العالم على شكل مجموعات صغيرة أو أفراد. فقد احتل كل واحد أو كل فرد أو مجموعة صغيرة مكانا ما، ربما كان لملكية خاصة به في الريف أو القرية أو البلدة أو في نطاق مدينة كبيرة، وفجأة ظهروا تحت اسم كتلة، ونحن نرى بأعيننا هذه الحشود في كل مكان. وأضاف فيما بعد: الكتلة إنسان عالي، وفي الحقيقة يمكن تعريفها بوصفها ظاهرة نفسية لا تحتاج في ظهورها إلى انتظار تكتل الأفراد، وهي تمثل كل شيء لا يحترم ذاته سواء إلى الأحسن أو الأسوأ لأسباب استثنائية، ولكنها تحس كما يحس كل واحد، ومع ذلك لا تشعر بالقلق بل بالراحة عن طريق شعورها بأنها مماثلة لكل واحد آخر. خوزيه أورتيغا غاسيت، ثورة الجماهير. وصلنا في نهاية القرن العشرين إلى التجنيس العقلي والنفسي للإنسان، وفي الواقع لقد تجاوزنا ثورة الحشود، وها نحن نعيش اليوم في ظل استبداد الحشود التي تشارك في احتفال الوسطية الأكثر مدعاة للرثاء. فالغوغاء أشبه بمسخ متبلد الذهن يلتهم كل ما يجده أمامه، لأنه يفتقر إلى أي قدر من الذكاء أو الإرادة الخاصة به، ونحن مجبرون على الخضوع لذلك الحشد المجهول امتثالا لمفهوم حكم الأكثرية. إن المبدأ الاستبدادي السخيف الذي يقول إن إرادة الأكثرية صحيحة بشكل ثابت ينبع من فلسفة جان جاك روسو، ونحن وفقا لهذا المبدأ ملزمون بالامتثال للإرادة العامة التي هي صحيحة دائما. ولكن الكاردينال ريتسنجر يقول أيضا: الحقيقة لا توجد دائما عند الأكثرية، ومع ظاهرة التحشيد أصبح الفرد في حد ذاته يشكل إزعاجا لبيروقراطية الدولة التي استساغت التعامل مع الأرقام والإحصائيات، وتمارس وسائل الإعلام تأثيرا تجنيسيا قويا على عقول الناس، وأصبح الوجود الفردي واقعا ماديا أكثر منه صاهرة عقلية أو نفسية. فنحن نتصرف ونفكر ونشعر وكأننا حشد، ونعتمد على آراء الآخرين بقدر ما نحول الحشد إلى قاض وحكم لسلوكنا، ونبذل أي تضحية لكي نعتبر متماثلين، ونسعى إلى أن نكون مقبولين عنده مكافأة لنا، ونخشى عدم تماثلنا معه بسبب ما يستتبع ذلك من وصمات اجتماعية بعدم الثقة والارتياب والنبذ. وباختصار،
لقد انتهينا إلى تشكيل جزء يتعذر تغييره من حشد متجانس يمنحنا مشاعر القبول والأمان والحب، ولكن أيضا مشاعر فقدان الهوية والوحدة والكرب الداخلي. وفي هذه الحالة يصبح الازدحام المادي في المدن الكبيرة تكتلا نفسيا يسبب القلق من خلال شعور الفرد بفقدان الأنا، ويفشل الناس عندما يبحثون عن هويتهم الفردية لأنهم يتصرفون على عكس ما يجب أن يفعلوا، إنهم يقلدون بعضهم بعضا. وهناك سبب أساسي للوسطية الشائعة، هو أن الناس يتخلون في وقت مبكر عن تنمية فرديتهم الخاصة لأنهم يجدون الاندماج بالحشود أسهل وأكثر قبولا، وبذلك يوسعون الأنا كأنما لتنحل في الروح الجماعية. ويشجع المجتمع هذه الظاهرة بدلا من التسليم بخطورتها، وذلك في سبيل زيادة عدد المواطنين المدعنين الذين يغذون النظام، المواطنين الغافلين عن حقيقة أن الثمن النهائي هو قصور نمو الفردية أو حتى موتها. وهذا نوع من المعوق النفسي الذي يعوق نضج الأنا عن طريق تشجيع اللامسؤولية وفقدان الأخلاق. عندما ينتمي دماغ الفرد وقلبه إلى الحشد، فإنه لن يكون قادرا أبدا على التصرف بطريقة أخلاقية حقا، لأنه يتجاهل هذه الفضيلة، ولكن يدرك الحاجة لأي نوع من السلوك الرفيع، ليس للحشد أخلاقية، لأنه لا يتمتع باستقلالية التفكير والتمييز والمحاكمة، بل إن وسطيته الحقيقية هي التي تتحكم بسلوك أعضائه. وصف غوستاف لوبون في كتابه الجماهير ببراعة سلوك الغوغاء كما نوجزه هنا. الظاهرة الأكثر غرابة التي يظهرها الحشد النفسي هي التالية: أيا تكن طبيعة الأفراد الذين يشكلون الحشد، ومهما تنوعت وتباينت أنماط حياتهم أو مهنهم أو شخصيتهم أو ذكائهم، فإن مجرد حقيقة أنهم يتحولون إلى حشد يضفي عليهم نوعا من روح جماعية، وهذه الروح تجعلهم يشعرون ويفكرون ويتصرفون بطريقة تختلف تماما عن الطريقة التي فيها يشعر ويفكر ويتصرف كل واحد فيما لو كان منعزلا. والفرد الذي يصبح جزءا من الغوغاء يضع نفسه في موقف يساعده على كتمان ما يكبته من ميول لاواعية، ومن الواضح أنه سيظهر عندئذ صفات جديدة هي تجسيدات دقيقة لعدم وعيه الفردي، وهو جهاز يحتوي على بذرة كل ما هو شرير في الروح البشرية. وإذا كنا نرغب بتكوين فكرة دقيقة عن أخلاقية الحشد، فعلينا أن نتذكر أن كافة أنواع الكبت الفردي تتلاشى عند مجموعة الأفراد التي تندمج في حشد، في حين تستيقظ عندهم كافة الغرائز الوحشية والبهيمية والتدميرية، إضافة إلى النكوص الكامن وتسعى إلى التعبير عن نفسها بحرية. بمجرد حقيقة انتمائه إلى الغوغاء ينحدر الإنسان عدة درجات على سلم الحضارة، وربما كان في انعزاله فردا مثقفا، في حين يصبح داخل الحشد بربريا تستحوذ عليه العفوية والعنف والوحشية، بالإضافة إلى شمق الكائنات البدائية وعنجهيتها. نهاية الاقتباس: ويشير المؤلف أيضا إلى نقص ملحوظ في العقلانية التي يخبرها الفرد، وذلك عن طريق تذويبها في الحشد، ويشدد على حقيقة أن الإحساس بالمسؤولية الفردية يتلاشى، لأن الجمهور لا يتمتع بشخصية مميزة، ولأنه هو الذي يضع الكوابح للدوافع الفردية. وبالمثل أشار سيغموند فرويد إلى وجود لا أخلاقية داخلية عند الكائن الإنساني في مستوى اللاوعي،
وفي هذا المستوى لا يتردد عن القتل أو السرقة أو التورط في سفاح القربة، وهي حقيقة ينشأ منها إلى حد كبير انحراف السلوك عند من يكون وعيهم الأخلاقي قاصرا. إن اندماج الفرد في حشد هي الطريقة الأكثر مباشرة لإلغاء المسؤولية الفردية، مما يؤدي بصورة طبيعية إلى فقدان المرء لقيمه الأخلاقية، وهو عمليا محرض يدفع إلى الجنوح أو العنف أو الفساد. ومن المهم أن نتأمل كيف يتجمع كثير من الناس لكي يكونوا حشدا نفسيا. والحشد كما يظن لوبون وفرويد هو أي عدد من الناس توجد عندهم ظاهرة الاندماج النفسي المميزة. وفي الواقع يمكن أن يتكون الحشد النفسي من شخصين، كما هي حال ما ندعوه تبادلا مشتركا للحب. ومما يثير الاهتمام هو أن واحدة من الظواهر الرئيسة التي تغري فردا لا واعيا بالاندماج إلى حشد هي الفرصة في أن يصبح لا مسؤولا، لأن المسؤولية ملغاة في الحشد الغفل. فالعنف في ملعب كرة القدم مثال جيد للتفجرات الحشودية الغريزية في غياب العقلانية الفردية. وواحدة من خصائص الحياة الحديثة هي اندماج الفرد في حركات حشودية متعددة كالأحزاب السياسية والنوادي الرياضية والحركات الدينية والاتحادات العمالية والنقابات، التي هي فقط بعض من الحشود النموذجية التي نصادفها يوميا. ولكن هذا لا يعني طبعا أن سلوك الحشد النفسي موجود بالضرورة عند هذه المجموعات، لأن هذا السلوك يتطلب حالات عاطفية لكي يطفو على السطح. ولكن حتى الجماعة الإنسانية النزعة ليست منيعة ضد هذه الآلية الشائنة، والحكومة هي الأقل مناعة. وهناك دوائر أخرى أصغر هي تلك التي تتشكل من الأصدقاء ونوادي مختلفة. ولهذا يندر أن يكون فرد ما متحررا من الاندماج في حشد يصبح في ظل بعض الظروف حشدا نفسيا، مع كل ما يتضمنه ذلك الاندماج من مخاطر محتملة. وقد ظهر المثال السيء الصيت لهذه الظاهرة مرارا في الغرب الأمريكي القديم، عندما نفذت جماعة صغيرة من الغوغاء حكم الإعدام التلقائي بمتهم بسرقة المواشي. وفي الواقع إذا كانت الأخلاقية الحقيقية هي الحرية والوعي وترويض المرء لشخصيته، عندئذ لا يمكن أن نتصور كيف يمكن للناس الذين يشكلون الحشد أن يظهروا أي سلوك أخلاقي فعال. وحتى لو قمنا بغسل دماغ الحشد بصورة فعالة، كما لو كنا نريد له أن يتصرف بطريقة أخلاقية، فإن السلوك الناتج سيكون نتاجا ميكانيكيا ومبرمجا للتكييف العقلي، وهكذا سيكون بعيدا جدا عن الأخلاقية الأصيلة، ويتخذ فقط شكل الالتزام اللاواعي الذي تغرسه حملات الدعاية التي تقوم بها السلطات. والدعاية تصنع في الواقع إنسانا آليا، لن يكون كائنا إنسانيا أخلاقيا، وإن كان لا يتصرف على نحو سيء. يقول ريكاردو بيبس في كتابه المصطلحات الرئيسية للنظرية الاستهلاكية: الشيء المميز أكثر فيما يتعلق بالحشد هو تلاشي الطبيعة الفردية عند من ينتمون إليه. ويظهر قطيع الغنم بوضوح هذه الصفات، بالذات لأن الأغنام أيضا تحمل غريزة تجميعية تجعلها تمضي إلى حيث تمضي النعاج الأخرى. إنها لمسألة حساسة أن نسوق أمثلة قد تبدو اتهاما، ولكن من الواضح أن مجتمعنا هو واحد من تلك الحشود. فملعب كرة القدم الذي يغص بمئة ألف متفرج، والمحطة النفقية المكتظة بالمسافرين، وحافلة السائحين التي يقودها رئيس المجموعة، والملايين العشرين الذين يجلسون قبالة التلفزيون لمشاهدة عرض الاختبارات الموجزة نفسه، والآلاف العشرون من الشباب في حفل موسيقى الروك، ومثلهم من العدائين الذين ينطلقون في ماراثون نيويورك على جسر فرزانو،
ورتل السيارات الذي يمتد إلى مسافة 6 أميال ويحاول دخول المدينة أو مغادرتها، والشاطئ المزدحم بالمستحمين والقائمة طويلة. ولكن الخطر الحقيقي للحشد يتمثل باستلابه للفرد وإزالة ذاتيته. نهاية الاقتباس. الإنسان العادي أو المتوسط ليس أكثر من نسخة أمينة لنموذج فردي يكرر إلى ما لا نهاية سلوكه وفقا لمعايير اجتماعية. لا شيء ذا قيمة في العادي، إنه مجرد تقليد وغياب للإبداع وافتقار إلى قوة الإرادة وإلى أي حس نقدي. ومن المهم أن تكون لدينا فكرة واضحة حول السبب الذي يدفع الفرد إظهار رغبته في أن يكون عاديا، ينصهر بسهولة إلى حشد. ويكمن الإغراء في حقيقة أن الحشد يقدم للفرد مجموعة من الإمكانات التي تشبع دوافعه الحيوانية. أولا، يزيل الكوابح والكوابت الأخلاقية بدون إحساس بالإثم. ثانيا، يصهر أناه الضعيفة القاصرة النمو إلى أنا أكبر، أي الروح الجماعية التي تشكلت عن طريق تجمع عدد لا حصر له من أفراد آخرين، وتساعده على الشعور بالأهمية وتجاهل وسطيته الخاصة. ثالثا، يتنصل تماما من المسؤولية عن طريق قتل أناه وتذويبها في حشد غفل. ومع هذا النوع من الانتحار النفسي تتلاشى المعايير الأخلاقية، ولن يشعر الفرد بالخضوع للانتقام الاجتماعي. رابعا، هناك نكوص نحو الرحم، فالحشد بديل لرحم الأم الذي يدعو الفرد إلى المراحل البدائية من وجوده عندما كان يعيش في نعيم الحياة الرحمية دون معضلات أو مسؤوليات أيا كانت. خامسا، يستسلم للراحة والكسل دون أن يبذل أي جهد فردي للوصول إلى أهداف سامية. وعلى ضوء هذا التحليل يمكن بسهولة تعليل تكاثر عصابات الشباب في المجتمعات المتقدمة، حيث يكتسب هؤلاء إحساسا بالقدرة الكلية عندما ينضمون إلى عصابة. فأي شيء يقومون به مهما كان سيئا أو خطرا فإنه يفقد معناه بالنسبة لهم، يظنون أنهم مخولون بفعل ما يريدون، وبهذا يلغون أي معيار أو مبدأ أخلاقي. يظنون أنه يمكن أن يقتلوا أو يرتكبوا الجرائم بدون إحساس بالذنب، ذلك لأن المجموعة تنهض بدور الأسرة والسلطة التي تمنحهم الغفران بشكل مسبق. وأيا كان الشكل الذي تتخذه ظاهرة الحشد النفسي، فإنه من المؤكد سوف يثير انسلابا إلى المدى الذي معه تمحى الأنا الفردية بسهولة لكي تصنف في الروح الجماعية للجماعة. ونضرب مثلا لهذه الحالة اتحادا من الناس الذين يعرفون تماما هذه الآلية، فيقررون منذ البدء أن يخلصوا أنفسهم من التأثيرات الضارة للصيغة المبتذلة لهذا التصنيف. والتلفزيون عنصر آخر فعال أسهم في تجنيس الحشد، فجميع مشاهديه يتشاطرون معا نوعا من ثقافة فرعية يكونها عن طريق ما يرسله أو يعرضه من جديد الأوبرات الصابونية والبرامج والعروض والأفلام. فعلى سبيل المثال، استحوذت محطة CNN في مرحلة ما على عقول ملايين البشر في أنحاء العالم التي يصل إليها إرسالها. كان مشاهدو التلفزيون الشرهيون يريدون الحصول على معلومات حول ما يجري في حرب الخليج. صحيح أنه قد لا يكون هناك تقارب أو تماس فيزيائي بين مشاهدي التلفزيون، ولكن هناك تكافؤ في استقبال الرسائل التي لا بد أن تسبب أيضا صيغة ما من الاتحاد العقلي، وتعمل على إضعاف العقلانية الواعية. وينبغي ألا ننسى أن شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر هي أفضل منوم مغناطيسي معروف حتى اليوم،
ويصعب علينا أن نصدق أن الطفل الذي يخوض هذه التجربة سيكون قادرا على النجاة بدون أن يتأثر بجاذبية هذا المنوم أو سيطرته. ومما يثير السخرية أن كل شيء في العالم اليوم يهدف إلى تكتيل الناس أو إفساد أخلاقهم أو حذف مبادئهم الأخلاقية من خلال صهرهم في حشود، وإفساد الأخلاق يؤدي مباشرة إلى فقدان مغزى الوجود وبالتالي تراخي الأخلاق. ليس مهما مدى ما يمكن أن يكون عليه مستوى شخص ما من الذكاء، ولكن المهم هو أن عقلانيته العليا سوف تتلاشى بانضمامه إلى حشد نفسي، ولن تعود إلى الظهور إلا إذا تخلى عن المجموعة. هذا يعلل إلى حد ما البلاهة اللامتناهية عند الكائن البشري، ويساعدنا على فهم أسباب الأخطاء الفادحة التي ترتكب في الشركات الكبيرة عند اتخاذ قرار ما في لحظة ما، عندما يشكل المدراء التنفيذيون أنفسهم جزءا من حشد نفسي في لحظة حرجة. وسوف ندرك أيضا منشأ الأخطاء الشهيرة السياسية أو الاستراتيجية في تاريخ الأمم، وبسبب السلطة المطلقة التي يمنحها المجتمع لرجل الدولة لابد له من أن يكون دائما مستقلا وليس مبعدا عن أي حزب سياسي أو حشد نفسي يمكن أن يفسد عقلانيته العليا، على الأقل ما دام ليس هناك لقاح مضاد أو معادل للفيروس الاجتماعي التي ندرسها هنا. إن أي جمعية تشريعية يمكن فيها للأعضاء أن يحرروا أنفسهم من ظاهرة الحشد النفسي سوف يرتفع إلى درجة مهمة، مستوى فعالياتهم ونزاهتهم وعدالتهم، وهكذا تصبح هذه الجمعية دليلا حقيقيا للوعي الجماعي عند الناس ونموذجا للفضيلة أيضا. ويقول لوبون إنه عندما ننتهي إلى دراسة مسألة مهمة وغير تقنية ولكنها عاطفية، فإن جمعية من الحكماء لن تتوصل إلى استنتاجات تختلف عن الاستنتاجات التي تتوصل إليها جمعية من الحمقى. وكل من يشك في هذا عليه أن يتحقق من هذه التوكيدات بالتجربة. فعلى سبيل المثال، إن مجلسا للأطباء أو القضاة أو الحرفيين من أي نوع يميل إلى ارتكاب أخطاء خطيرة في قراره إذا برزت بين أعضائه لأي سبب ظاهرة الحشد النفسي، وما من أحد مهما كانت مكانته منيع على السقوط تحت هذا التأثير المقلق لهذه الآلية الغامضة. ولهذا عرفتها بوصفها عقبة مهمة في سبيل السلوك الأخلاقي واتباع طرق جديدة وأفضل من السلوك. إنها تربك العقل وتشوش الفهم وتظهر أيضا أسوأ الصفات عند النوع، وعندئذ تأتي النتيجة معاكسة تماما لما نهدف إلى إنجازه من خلال الأخلاقية. وكلما غصنا أكثر في سلوك الحشد النفسي ازدادت قناعتنا بأننا سوف نصبح جزءا من قوته التدميرية المخيفة غير الملائمة للمحاكمة الجديدة والخصم المعلن للوعي الفردي. باستثناء المظاهر الخارجية ليس هناك اختلاف كبير بين القطعان المتوحشة والحشود المعاصرة. ومما يدعو حقا إلى الدهشة والارتياب أن حضارتنا لم تدرس هذا النمط من السلوك الإنساني بالذات لكي تطور نظاما يسمح باسترداد الحرية الفردية التامة، فقد تم إخماد روح المبادرة والموهبة وخيار ممارستهما وتطويرهما باستقلالية من قبل أكثر الحكومات الاستبدادية طغيانا، ديكتاتورية الحشود. وهذا الضغط يعتبر هجوما مباشرا على الأخلاق والقيم الروحية السامية، لأن الأخلاقية الأصلية أخلاقية واعية وليست ميكانيكية،
ومع أن الفرد يمكن أن يصبح واعياً، فإن الحشود لن تصبح كذلك. إن طبيعة الإنسان في هذه المرحلة من الزمان هي طبيعة كائن في حالة سبات، يستسلم للنوم من خلال اندماجه في الحشود، ويجرد من أناه الفردية لتتوالى توجيهه الأنا الجماعية أو الروح الجماعية. ولا يمكن للأخلاقية الفردية إلا في حالات قليلة أن تتغلب على المعايير الأخلاقية لسلوك الحشود. الاستلاب في عصرنا. التعريف المعجمي للاستلاب هو أنه عملية يقوم بها فرد أو جماعة لتحويل وعيها، لكي تجعل من نفسها نقيضا لما يمكن أن يتوقع من حالتها الوراثية. وأنا على قناعة تامة بأن النوع إجمالا لا يسلك كما يجب على ضوء مستواه المفترض في الحضارة. ومن الواضح أن الصورة الثقافية المتمثلة للكائن البشري بعيدة جدا عن الواقع، فنحن أقل تحضرا وأقل وعيا مما نتظاهر به، وكذلك أقل عدلا وأقل استقامة. فنحن نطالب بالعدالة في حين نتصرف على نحو جائر، ونلتمس المساواة بدون أن نطبقها في تعاملنا الاجتماعي، ونحن في الواقع بالكاد بدأنا نتطور، وإحساسنا بالعظمة والقوة ينبثق من الفتوحات العلمية التي حققها الجنس البشري، والتي لم تساهم البتة في تحسين الطبيعة الداخلية للإنسان. ومن هذا المنظور نحن بدائيون متحضرون، أطفال يركضون عبر الحياة، يعبثون بالمحطات الفضائية والرؤوس النووية. والشعور الخادع بالقوة الذي يولده العلم والتكنولوجيا يشل قدرة الفرد على النقد الذاتي ويطمسها، وبالتالي يمنعه من إدراك التناقض الهائل بين النسخة المقبولة عموما للجنس المتحضر والواقع المؤلم لعالم في حالة دائمة من الحرب والصراع، مكان نرى فيه الموتى جوعا أو بممارسة العنف والجريمة هو نظام العصر في كثير من أجزاء كوكبنا. وانسلاب الإنسان جرده من الإرادة وبعد النظر الضروريين للتصرف بوعي، فقد أصبح السلوك الميكانيكي والمقولب هو المعيار، معيار يفسد ملكات الفرد العليا ويمنعه من إدراك القيمة الحقيقية للأشياء، وتمنعه أيضا حالته الوسنة من إدراك مدى انسلابه. والاستلاب عملية غازية، فيها تخترق دماغ الفرد معلومات غريبة ودخيلة، تستحوذ في الطريقة الواقعية ذاتها على عصبوناته بصيغة معلومات مستقلة لا تخضع إلى الأنا. ومن تلك المرحلة وما بعد تستخدم هذه العملية الغازية القوة على سلوك الفرد، فتجرده من إمكانية تخليص نفسه من تأثيرها. وفي حالات كهذه يمكن أن نتحدث عن اختراق دوعي، أي دون وعي للعقل، وهو ما يحدث فعلا. ويصبح هذا ممكنا عن طريق عملية التعلم الخاطئة التي فيها تنسلخ الأنا عن الوعي في حين يقوم الدماغ بمعالجة المعلومات بصورة سلبية. وهذا يعني أن العقل بدلا من أن يتلقى المعلومات بصورة طوعية فإنها تخترقه وتستحوذ عليه، ولذلك يقوم بامتصاصها بدون تمييز. وعندئذ نصبح متخمين بنفاية معلوماتية، معلومات دون وعيية تبقى في عقلنا اللاواعي كمادة لا معنى لها، تعمل على تشويش وإضعاف الأنا الواعية، مما يؤدي إلى العجز عن التعرف على الهوية الذاتية وإلى الصراعات العاطفية والنفسية.
وإمكانية أن يضخم العقل اللاواعي نفسه لكي يلحق الأذى بالوعي احتمال وارد، وهذا ما يحدث بالضبط. فكلما كان التشبع بالمعلومات أكبر كان التمييز أدنى، وما ينجم عنه من ترقي ضعف الأنا الواعية. والإنسان العادي في هذا الجانب مجرد خادم، أداة سلبية لأوامر معلوماتية جبارة تختزن في دماغه. هذه هي قوة الاستلاب التي تجرده تدريجيا من حالته الذاتية وتحوله إلى غريب عن نفسه، حتى إلى المدى الذي تبدو له رغباته ومثالياته ليست له، بل تخص النواة المعلوماتية التي تصبح الضيف المتطفل لعصبوناته وتستولي على عقله. وتعمل قوة الاستلاب هذه على تثبيط السلوك الواعي، لأنها تتحكم بقسوة بسلوك الفرد. وكلما كان امتصاص الشخص للمعلومات أكبر ازداد اعتماده على هذه المعالم، وضعفت إمكانياته في ممارسة سلوك أخلاقي أعلى. إن أي نشاط أو أي تدريب، سواء كانت أرض التدريب مشغلا أو حادثة اجتماعية أو حدثا رياضيا أو نشاطا ترفيهيا، يحمل في طياته إمكانية تعزيز عملية الاستلاب. فقد نشرت الصحافة التشيلية مؤخرا كيف كان البوليس السري السوفيتي KGB السابق قد صنع أشخاصا آليين إنسانيين حقيقيين، جنودا طمست شخصياتهم بأمواج راديوية عالية التردد ومجالات كهرطيسية تحيط بالدماغ ورسائل منومة تستحثها حاسبة إلكترونية. وقد تحقق هذا الكشف بفضل البحث الذي أنجزه الصحفي السوفيتي يوري فوربيفوسكي على مدى 3 سنوات. ويضيف أنه تم مؤخرا في موسكو تنظيم جمعية لضحايا تجريب المؤثر العقلي لمطالبة الحكومة بمنح تعويضات للإصابة النفسية التي عانى منها هؤلاء خلال تلك السنوات. هذا ليس جديدا بالنسبة للإنسان المعاصر، لأنه يعيش مغمورا في محيط الأمواج الراديوية العالية التردد ومختلف المجالات المغناطيسية والمحرضات البيئية المنومة. ومن المؤكد أن الإنسان العادي هو إنسان لا يقل آلية عن أشخاص البوليس السري السوفيتي الآن في الذكر، باستثناء أنه لا يمكن ملاحظة ذلك لأول وهلة في حالة الإنسان العادي، لأن تكيفه يدفعه إلى المشاركة بصورة إلزامية في النشاطات التي يعتبرها المجتمع سوية كالاستهلاكية والدفاع عن الوسطية والخضوع السلبي لأشكال الحكومة الاستبدادية. ومن المرجح أن تأثير التلفزيون في الوقت الحاضر يتجاوز التجارب السوفيتية، فالتجارب السوفيتية كانت تهدف إلى تدريب جنود لا يقهرون ولا يحملون إطلاقا أي أثر للخوف. وعلى العكس، تقوم وسائل الاتصال الحالية بتثقيف حشد ضخم من المستهلكين الطيعين وتوجيه الناس في كافة أنحاء العالم إلى الأنماط الاستهلاكية نفسها. وعلى الرغم من عدم وجود أجماع حول الأخلاقية، فإن هناك اتفاقا ضمنيا حول استهلاك سلع متشابهة. إن أكبر تهديد يواجه العقل الحديث هو الاحتقان المعلوماتي من خلال إثخام المسالك العصبية، ويعزى هذا الاحتقان إلى عدم التناسب في نمو المعلومات العلمية والثقافية. واستمرار القصف الحسي للحواس، وخصوصا حاستي السمع والبصر، وإلى المبالغات الطنانة للقائلين بالمذهب الحسي والأسلوب الساحق لرسائل الإعلان. إن كل هذه العوامل تزحم المداخل إلى دماغ الفرد، فتعمل بنجاح على سد مراكزه العليا إلى حد أن معظم الرسائل والمثيرات
تكتسب صفة دون وعية، فتعبر مباشرة إلى العقل اللاوعي بدون مراقبة أو تعويق، وهذا في الواقع ما يسعى الإعلان إلى إنجازه بدقة لكي يحقق أهدافه. إن ملايين البشر يتصرفون كالآلات، فيبيعون ويقتنون بعض المنتجات لأن الرسائل المستقلة التي تطغى على أدمغتهم بأسلوبها الإعلاني أقنعتهم بذلك بطريقة علمية، ويصبح الكثيرون لا أخلاقيين أو جانحين عن طريق تقليد النماذج التي تعرضها السينما أو التلفزيون، أو تحت تأثير الجرائم المتكررة التي تكشف عنها وسائل الإعلام. فهناك أفلام تشرح بالصورة كيف يكون المرء كفءاً في السرقة والاختلاس والهجوم، وهناك ذوي الطبيعة الجنسية أو الشبقة ممن يشجعون مختلف أشكال المازوخية السادية أو الانحراف الجنسي. وتحجم الصحف عادة عن نشر الأنباء الحسنة، وتغلب عليها بشكل ثابت الأحداث المثيرة والمآسي والقصص المريعة، وتعمل المثيرات البصرية والسمعية للمؤسسات الإعلامية والسينما والتلفزيون على تسلية الناس، ولكنها في الوقت نفسه تعمل على سرقة أغلى ما يملكون، وهو أكثر عرضة للتأثر، أناهم الخاصة. ولا بد لي من أن أبين أن هذا ممكن فقط لأن هناك قصورا عقليا ونفسيا وثقافيا يؤثر على النوع ككل، وهو موضوع سوف نأتي على دراسته لاحقا. أما هنا فيجب أن أقول أن كل واحد يمتلك اثنتين من الأنا، أنا عليا أي هويته الداخلية، وأنا دنيا أي هويته الزائفة، التي تأتي من الروح الجماعية للجنس البشري. إنها نوع من الطعم المعلوماتي الذي ينسجم مع إجمالي المعلومات المستقلة الدوني واعية المختزنة في أدمغة الناس. وهذه الأنا جزء من الروح الفردية التي هي أكثر عرضة للاستلاب الثقافي. عالمنا عالم استلاب، وإذا كنا نريد أن نحقق مستوى أعلى من السيطرة على عقولنا، علينا أن نتحرر من كارثة الاستلاب الثقافي هذه. ومن سوء الحظ أن هذه الطريقة للتحكم بالعقل ليست جزءا من برنامجنا الثقافي، ولهذا السبب يتردى يوميا ملايين لا تحصى من الناس في جميع أنحاء العالم، بمعنى استعدادهم الفردي للوعي الذي يتضاءل باستمرار بسبب الصعوبة الشديدة التي يستلزمها تطوير المادة الأكثر نبلا في النفس البشرية، أي الوعي الأعلى. لا يتمتع هذا العالم بأخلاقيات أصيلة، وما من أحد يمكنه أن يجد سلوكا أخلاقيا مناسبا، لأن الناس يتصرفون عادة بصورة آلية وإلزامية، وهي برمجة لا تتضمن أي معايير أخلاقية صلبة أو متينة أو أصيلة. فالطبيعة الاجتماعية للإنسان تدفعه ليس فقط إلى الاندماج بالحشود، بل تشجعه أيضا على أن يجيز لفرديته العقلية أن تصنف في عقل عام أو روح جماعية. ولهذا السبب تصبح حرية الفكرة والفكر أكثر ندرة. وبوجه عام يمكن للفرد فقط أن يذوت بعض الأيديولوجيات عن طريق الاندماج بهذا التيار الفكري، كما يحدث لقطرة الماء التي تسقط في البحر. إن الانحطاط العقلي عند الجنس البشري في حالة ترق، على الرغم من أنه انحطاط ماكر وتحجبه تماما المقاييس الخاطئة والاعتباطية التي تستخدم لقياس الذكاء الفردي،
فكثيرا ما تصنف سرعة الخاطر الآلية خطأ إلى ذكاء عال، والتقليد الأعمى إلى إبداع، والإنسانية لا تولي أهمية كافية للصحة العقلية نظرا لعدم وجود سلطة تهدف إلى منع معلومات الاستلاب من تشويش سلامة العقل وتعطيله. وهذا قد يكون ناجما عن نقص المعرفة بتأثير المعلومات الاستلابية، أو أن تكون هذه المعرفة محجوبة بعناية وبرعة. ويتدفق هذا التيار الهائل من الصور والأخبار والأصوات باستمرار من التلفزيون بدون تحكم إطلاقا بما يمارسه من تأثير سلبي على الصحة العقلية عند الناس. وربما لا نجد دراسة جدية في هذا الحقل، لأنه ما من أحد كان يدرك فائدة مثل هذه الدراسة، أو ربما تم عن قصد تفادي الخوض في بحث كهذا بسبب مدى التدهور الذي يمكن أن يحدث في سوق الاستهلاك إذا تبين المستوى الحقيقي للضرر الذي يلحق بالسلامة الصحية والعقلية عند الناس نتيجة للتشبيع الذي تمارسه وسائل الإعلام وإفراطها في أشكال الاتصال. ولو تهيأت هذه المعرفة لأصبح من الضروري وضع حد للإعلان وتشريع أنظمة صارمة لوسائل الاتصال السمعية البصرية. إن قابلية دماغ الفرد للتأثر بالتطفل الوقح على الخصوصية العقلية والأذى الوظيفي الذي تكابده القدرات القصوى من خلال حشوها وتشبيعها بالمعلومات ينذران بخطر كبير، ويظهر الأذى من خلال انحطاط العقلانية العليا عند الفرد وتضاؤل قدرته على الانتباه. ونجد تفسيرا لضعف شخصيته وتجريده من قوة إرادته الواعية في تضخم عقله اللاواعي بالاقتران مع ما ينتج عن ذلك التضخم من تضاؤل لقدرته على التصرف الواعي، ويؤدي هذا إلى انحطاط السلوك الأخلاقي. يفقد الناس رؤيتهم للمكانة الحقيقية التي يستحقها الكائن الإنساني عندما يستجيبون بدون إدراك لوسائل الاتصال المبتذلة أكثر مما يحاولون السيطرة عليها، ويركزون بدلا من ذلك على صورة المظهر البدني والممتلكات. وهذا الاتجاه لتقييم الناس من خلال ما يمتلكونه بدلا من تقييمهم كما هم عليه على أرض الواقع يؤدي إلى اختلاط فاضح جدا للقيم. فالأكثرية الساحقة من الناس توازن السعادة بالمصلحة، مما يجعلها تعتقد أن المصلحة تعادل اللذة. ليس هناك شك فيما يتعلق بالاستلاب الاستهلاكي في أن العالم يتعلم بالتجربة، فاللذة التي يستمدها الناس من عملية شراء الأشياء واقتنائها هي اللذة التي تقنعهم في تلك اللحظة بأنهم سعداء. أما المسوقون فإن أهم إنجاز يحققونه يتمثل بتكوين مجموعة عالمية من المستهلكين المتجانسين الذين يفتقرون إلى أي إرادة حقيقية أو معايير عليا تستحوذ عليهم الهواجس كمدمني المخدرات الذين يدفعهم الإدمان باستمرار إلى تغذية الوهم العابر بالسعادة، والذين هم دائما على استعداد لتكييف المعايير الأخلاقية أو تحريفها لتحقيق أهدافهم. فما أهمية الأخلاقية بالنسبة لهؤلاء الناس بالموازنة مع حاجاتهم الخبيثة؟ أين يمكن أن يجدوا الوقت والطاقة لدراسات أخلاقية عندما يستنزف شره مستهلكيهم المدمنين كافة مواردهم؟ ثم إن عدم وجود الوسائل الاقتصادية الضرورية التي تلبي هدف النظرية الاستهلاكية يضيف بعدا آخر إلى هذه المشكلة، فتعدد العروض الإنتاجية والفجوة الموجودة في كل مكان بين الرغبة والقيود التي يفرضها الواقع الاقتصادي تؤديان لاكتئاب مزمن. يحدث هذا في تشيلي
حيث ينشأ 90% من حالات الانتحار من هذا النوع من الاكتئاب. واليوم يعاني 33.8% من السكان من مشكلات طبية عقلية تحتاج إلى رعاية متخصصة. وتعزو بعض المراجع هذه المشكلات إلى الفقر، ولا شك في أن هذا يصح في عدد كبير من الحالات. مع ذلك يجب أن يميز المرء بدقة بين قلة الموارد الأساسية للعيش وبين الفقر، باعتباره إحساسا بالحرمان تثيره الإغراءات الساحقة لعروض المستهلكين. فعندما يقارن أحدهم هذه العروض بموارده الهزيلة التي تبدو دائما هزيلة بالنسبة لموارده، فإنه يقع تحت وطأة شعور مدمر بالحرمان والتفاهة يؤدي إلى الاكتئاب. وكلما كانت الواجهة العالمية للعرض أكبر، كان الناس أكثر كربا واكتئابا. ويظهر الاستلاب أيضا كوباء عقلي يهاجم في لحظة مفترضة كل واحد تقريبا. وهناك أمثلة واضحة لهذا في الحروب العالمية التي ينشأ خلالها نوع من الجنون الجماعي، ويتفاقم خلالها إلى حد لا يطاق المستوى الطبيعي للاستلاب، بحيث تنهار الصحة العقلية واستقرار السكان فرديا وجماعيا. والموضة شكل آخر مختلف من الاستلاب الذي يظهر تماما إلى أي مدى معدية هذه الظاهرة. والموضة شكل آخر مختلف من الاستلاب الذي يظهر تماما إلى أي مدى معدية هذه الظاهرة. وفي الواقع يشعر أولئك من غير المصابين بالعدوى بالتعاسة، ويكافحون باستماتة لكي يصابوا بأعراضها. إن عبادة المال والتسلق الاجتماعي والتجارة السياسية وحب الترف والمقامرة واستهلاك المخدرات والعدوان والعنف والإرهاب والبحث عن السلطة والحسد والامتعاض والنرجسية والجنس كنتاج استهلاكي والصور الخلاعية والانحرافات الجنسية بجميع أنواعها، كلها أشكال مختلفة للاستلاب الذي فيه نجد الحشود البشرية تستحوذ عليها وتوجهها عوامل خارجية تسحق وتشل إرادتها وعقلانيتها. تتفادى الحشود أي أخلاقية عالية، ليس لأنها شريرة، بل لأنها تفتقر إلى القدرة على أن تكون طيبة. ولكن الاستلاب الأكثر قوة هو الذي يرضي أولئك الذين يدمنون عمق الإحساس باللذة. إنهم ينسون أي أحد أو قيد أخلاقي طالما كانوا يشبعون دوافعهم من غير أن يتوقفوا لتقييم فضيلتهم أو رذيلتهم، وبدون دراسة مسبقة لعقابيل التصرفات التي يقومون بها. لا يمكن لهؤلاء الناس أن يحققوا رغباتهم بغياب المال، وعندما يحتاجون إلى كمية تكفيهم للحصول على ما يريدون فإنهم يميلون إلى السرقة أو الجنوح. وهكذا تنتصر اللا أخلاقية، أي الغياب الكلي لكل اعتبار أخلاقي. وتتصف اللذة الحسية بصورة رئيسية بكونها عابرة، ولهذا تتطلب إشباعا متواصلا. ووفرة المال أيضا لا تعتبر حارسا أخلاقيا، ولكنها كثيرا ما تكون مصدرا للفساد الذي يفسد شخصية المرء وإرادته بمقدار ما يكون الإفراط رذيلة في أي شكل من أشكالها. والطغيان الذي تمارسه الأكثرية على الفرد تجعله عديم القيمة كذاته، لأنه لا يقبل إلا وفقا للمستوى الاجتماعي الذي يمكنه أن يصل إليه. ومن الشائع أن يقوم احترام الفرد لذاته على أساس البحث عن تعبير أو إيماءات في وجوه جيرانه لكي يقدر مستوى قبوله أو رفضه، ويعمل بعدئذ
على تكييف سلوكه مع مطالب الجماعة. مع ذلك يعتبر الفرد نفسه ملوماً بسبب تدميره لنفسه عن طريق تقليده للمجتمع تماماً، بالقدر الذي فيه تستوطن الوسطية والافتقار إلى المبادئ الأخلاقية عند الحشود.